المتداولة جدا يا دكتور أسامة بتيجي لناس كتير وبشكل مستمر بعض الرسائل على الواتساب بلينكات معينة بتقول أنا جهة توظيف ما وادخل على اللينك عشان يكون عندك فرصة. في بعض الناس بيكون اوريدي بيدور على فرص شغل وبيكون ده هاكر بمعنى أصح، خلاص بيخترق تليفوناته وبياخد بياناته، فإزاي ممكن أعمل عملية التأمين من هذه الرسائل اللي بتجيلي تحديدا على الواتساب؟ وللأسف طبعا الموضوع بقى محترف جدا جدا. الشخص العادي يقدر يميز بين اللينك اللي فيه سرقة بيانات واللينك الحقيقي، لأنه بيبقى شكله حقيقي ومواصفاته جاي لك كمان من واحد صاحبك، فدي بتبقى كارثة أكبر. يعني المفترض إن أنا يعني هنقول بمنطق ناس كتير هتدوس على اللينك ده عشان تعرف، خصوصا دي بعت لك مثلا جوائز زي ما حضرتك قلت، أو حاجة فيها توظيف أو حاجة الإنسان لا، هي بيدور فرص عليها أو التوظيف تخطيطات. دلوقتي اللي بدأت تكون أكتر انتشارا يعني. اولا حضرتك نفترض ان انا دوست على اللينك، اما ادوس على اللينك ممنوع احط اي باسورد خالص، لان هو في الاخر ما بيدي لك لينك الحاجه تعمل ابلكيشن تملى بياناتك تحط الباسورد بتاعك، فده ممنوع اعمله. المشكله بقى لو اللينك ده اصلا فيه فيروس ان انا بينزل على جهازي عشان يتحكم فيه عن بعد، دي بقى المشكله الكبيره. حلها ايه حضرتك؟ حلها لازم يكون عندي برنامج انتي فيروس، ان انا مش هنقول للناس يعني ما تدوسوش على اللينكات عشان الناس هتدوس برضو. فاللي يبقى عندي، لو عندي برنامج انتي فيروس هو بيعرف اللينكات دي، يعني اللينكات دي فيها سبام او فيها شبهه سرقه، فهو بيوقفها ما بيرضاش يفتحها لك. فمنزل تطبيق ابلكيشن كويس او سوفت وير كويس من شركات الانتي فيروس، ده هيمنع ان الناس تخترق الحسابات بتاعتي. لكن لو جالي المشكله بقى التانيه اللي بتحصل، بتجيلي لينكات من حساباتي يعني من فيسبوك او اي حاجه من السوشيال ميديا او بنك، بيجي يفتح لي ابلكيشن صفحه يقول لي حط البيانات عشان احدثها، فهنا ده بقى سرقه مباشره لحسابي سواء البنكي او سواء. بس طبعا البنوك دلوقتي عملت الفكره بتاعت الابلكيشن الثالث اللي بيامن ان حد يدخل، يعني هو حتى لو حد ادى لحد الاونلاين بنك بتاعه وكتب ومعاه الباسورد ومعاه اليوزر نيم، برضه مش عارف يدخل على حساب البنك دلوقتي، لان يعني البنك عملوا ابلكيشن اضافي مش هيفتح لك حسابك في البنك الا لما يجي لك باسورد على موبايلك، فدي حاجة كويسة يعني. طيب يمكن حاجة